نذهب الآن مشاهدينا الكرام لجولة مع مراسل إكسترا نيوز للتعرف على حالة الطقس وأبرز الفعاليات في مختلف محافظات الجمهورية. نبدأ من جنوب سيناء. يعقد محمد صعفان وزير القوى العاملة اليوم الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة بمحافظة جنوب سيناء. المزيد من التفاصيل تنضم إلينا الآن هاتفيا رانيا كمال مراسل إكسترا نيوز في جنوب سيناء. رانيا صباح الخير، تفاصيل أكثر عن حالة الطقس وأيضا فعاليات المحافظة معك. صباح الخير. يسود اليوم طقس مائل للبرودة صباحا، شديد البرودة ليلا على معظم مدن المحافظة، والرياح السطحية نشطة من جهة الشمال الغربي، مما يؤدي إلى ارتفاع الموج في البحر الأحمر من مترين إلى مترين ونصف تقريبا. يؤدي ذلك إلى اضطرابات أحيانا في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والعقبة، بينما تعمل الملاحة الجوية في مطار شرم الشيخ بشكل طبيعي وبانتظام تام. أما عن درجة الحرارة المتوقعة اليوم تتراوح بين 20 إلى 9 في مدن المحافظة، أما سانت كاترين فالعظمى 8 والصغرى 0. أما عن فعاليات اليوم في مدينة شرم الشيخ، يفتتح صباح اليوم محمد صعفان وزير القوى العاملة فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة الغير منتظمة بمدينة شرم الشيخ، كما سيتم تسليم عدد من شهادات أمان للعمالة الغير منتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وسيتم أيضا توزيع بعض عقود العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت شرم الشيخ. طيب بشكرك شكرا جزيلا لك رانيا كمال مراسلة إكسترا نيوز في جنوب سيناء. في الغربية بتشهد المحافظة لليوم الثاني على التوالي قيام مديريات التربية والتعليم في المحافظة بتسلم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس الغربية. المزيد من التفاصيل تنضم إلينا الآن الزميلة بسمة يسري مراسلة إكسترا نيوز في الغربية. بسمة صباح الخير، تفاصيل أكثر معك. صباح الخير عليك إيمان وعلى السادة المشاهدين. بالفعل بتواصل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة اليوم تسليم أجهزة التابلت لليوم الثاني على التوالي على طلاب الصف الأول الثانوي، بيبلغ عددهم 34147 تابلت. هيتم توزيعهم أو بيتم توزيعهم حاليا على 30836 طالب وطالبة بالتعليم الحكومي والخاص، و 3267 تابلت هيتم توزيعهم أيضا على المعلمين والأخصائيين، و 44 من العاملين بالإدارات التعليمية وديوان المديرية. ومن ناحية أخرى أيضا ناقش اللواء هشام السعيد محافظ الغربية استعدادات المحافظة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، والمقرر بدأها في الأول من مارس حتى نهاية إيلول المقبل إن شاء الله. وطلب المحافظ خلال اجتماعه مع الجهات المعينة بعمل حملة إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في المبادرة، كما وجه أيضا بزيادة عدد مقرات إجراء الفحوصات من 301 مقر الى 366 مقر، وطالب ايضا بتزويدهم بكافه خدمات الاتصالات والانترنت وتجهيز 48 مدرسه ومركز شباب لخدمه الانترنت ايضا، مع توفير كافه المستلزمات الطبيه الخاصه بالمبادره وسرعه صرف العلاج للمصابين. والجدير بالذكر ايضا ان هذه المبادره بتستهدف عمل المسح الطبي ل 3,376,735 مواطن، وبيقوم بتنفيذها 1081 فرقه طبيه ثابته ومتحركه. اما عن من جهه اخرى ايضا بتستعمل مديريه الطب البيطري بالغربيه في الحمله القوميه لتحصين المواشي ضد الحمى القلعيه، وهي نجحت بالفعل في اقل من 15 يوم في تحصين اكثر من 100,000 راس ماشيه، والمستهدف 297,000 راس ماشيه ما بين ماعز واغنام وبقر وجمال. أما عن مديرية الصحة فهي تواصل اليوم السادس حملة التطعيم ضد الطفيليات المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية في مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وده وقام وكيل وزارة الصحة بالجولة التفقدية إلى الكثير من المدارس بالتأكد من سير الحملة بشكل منتظم. واما بالنسبه للاحوال الجويه فتشهد محافظه الغربيه استقرار ملحوظ في الاحوال الجويه وتحسن مقارنه بالايام الماضيه، كما ان هناك ايضا انتظام واستقرار في الحركه المروريه سواء على الطريق الزراعي او الطرق الفرعيه، وتباشر ايضا رجال المرور عملها بشكل منتظم لتسهيل الحركه المروريه بكافه انحاء المحافظه. هذه كانت جوله سريعه لاهم اخبار المحافظه اليوم، وسوف نوصيكم بكل جديد وشكرا لك ايمان.
بسمة يسري مراسلة اكسترا نيوز في الغربية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. نذهب لمحافظة الفيوم ومتابعة لعملية تسليم التابلت المدرسي أيضا لطلاب الصف الأول الثانوي في مدارس المحافظة. للمزيد من التفاصيل بتنضم إلينا الآن الزميلة زينب علاء مراسلة إكسترا نيوز في الفيوم. صباح الخير، أهلا بيكي وتفاصيل أكثر معك. صباح الخير يا إيمان. بتستمر مديرية التربية والتعليم بالفيوم في تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وأكد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم إن المديرية نظمت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي تدريب لمعلمي التعليم المجتمعي على استخدامات التابلت والاستفادة منه في الدخول على بنك المعرفة، ومن المقرر أن تتواصل عملية تسليم التابلت للطلاب حتى نهاية هذا الأسبوع. وأيضا من المقرر أن تقوم مديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتورة أمال هاشم بجولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال الحملة القومية للمسح الطبي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس الابتدائية بالمحافظة. وبدأت الحملة منذ أمس أول وسوف تستمر حتى يوم 4 مارس المقبل، وتستهدف الحملة 492 ألف تلميذ وتلميذة بالمدارس الابتدائية العامة والخاصة والمعاهد الأزهرية. وسوف يقوم بأعمال المسح 192 فريق طبي من مديرية الصحة والتأمين الصحي. وأكدت وكيلة الوزارة إن الهدف من الحملة هو استكمال أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وذلك للوصول لكل المواطنين في المراحل العمرية المختلفة. كما إن المحافظة بتشهد انطلاق الأسبوع البيئي بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، وبيشمل الأسبوع حملة التبرع بالدم واليوم الرياضي بملعب كلية الزراعة وتنس طاولة وشطرنج، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل ومحاضرات للغة الإنجليزية. وسيشهد ختام الأسبوع البيئي انعقاد ندوة عن التسويق الإلكتروني وأخرى عن التلوث الإلكتروني للطلبة والطلبات بالكلية. وأيضا من أهم الفعاليات استمرار فعاليات مبادرة فكر وسيطر التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وبتهدف المبادرة لتنمية التفكير الإبداعي واستخدام الاستراتيجيات الخاصة به وربط التكنولوجيا بريادة الأعمال والخروج بأفكار مشاريع خاصة بالأطفال وتنفيذها. والمبادرة دي بيتم تنفيذها خاصة في قرية ديسيا وبتحديدا في مدرسة ديسيا الابتدائية. كما ان محافظة الفيوم بيسودها اليوم طقس شديد البرودة مع وجود امطار خفيفة، وبتنتشر الدوريات المرورية على الطرق الرئيسية تسهيلا لحركة المرور والمواطنين. ده كان ابرز الفعاليات اليوم الموجودة في المحافظة. شكرا زينب علاء مراسلة اكسترا نيوز في الفيوم، شكرا جزيلا لك.